ساعات كتير بنتمنى نسافر بالزمن لعصر الفراعنة ونتخيل ازاي بنوا حضارتهم العظيمة دي بكل أسرارها. فتخيل بقى ان حلمك بيتحقق وتقدر تلاقي نفسك في وسط مدينة مصرية فرعونية كاملة مبنية بالتكنولوجيا الحديثة عن طريق الميتافيرس. وقبل ما أقولك ازاي ده حصل فعلا، خليني أشرح لك ايه هو الميتافيرس. الكلمة اللي بقينا نسمعها كتير دلوقتي بعد ما أعلن عنها مارك من سنتين مؤسس الفيسبوك بأنه هيطلق عالم افتراضي محاكي للواقع بالـ 3D، وفي المستقبل هنلبس هيدسيت ننتقل من خلاله لأي مكان حابينه. والكلمة دي ظهرت لأول مرة سنة 1992، يعني قبل أصلا ما نعرف يعني إيه نت، بس ظهرت من خلال رواية سنو كراش الخيالية للكاتب نيل ستيفنسون. ومن ساعة ما ظهر الميتافيرس والعالم دخل سباق في بني مدن ضخمة وخيالية، ومن ضمنهم مصر اللي قدرت تبني أول مدينة مصرية اسمها ميتا توت، اللي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2022 بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. واسم ميت توت معناه عصر توت. أسست شركة تويترا المدينة بالتعاون مع شركة كيوب كونسلتنت، واللي قدرت تدمج فيها الماضي بالحاضر وتخليك عايش جوه عالم مليان بأحلام الملك الشاب توت عنخ آمون اللي مات وهو عمره 18 سنة بس. وتعالى دلوقتي ادخل معايا في رحلة عبر الزمن. المدينة بتضم قاعات كتير، كل قاعة بتعرض لنا جمال وسحر الحضارة المصرية، وأولهم قاعة هتشوف فيها معبد حتشبسوت والطريق الملكي المستوحى من وادي الملوك والملكات اللي هيتعرض عليه قصص أعظم الملوك المصريين ومنحوتة ضخمة بتضم أسمائهم. والطريق ده برضو هيفرجك على أحياء المدينة في أزمنة مختلفة وكأنك عايش معاهم بالظبط. وفي آخر الطريق هتشوف أهم رمز للمدينة، هرم توتيرا العظيم، والهرم ده جواه هرم تاني صغير اسمه الهرم الكريستالي، وهو ده مركز الطاقة اللي بينقلك بين بوابات المدينة في ثواني. وكمان هتلاقي قاعات لأبحاث علوم الفلك والفضاء ومناطق تعليمية مجهزة بتقنيات حديثة، وممكن من خلالها تقديم محاضرات علمية يحضرها الناس من كل حتة في العالم. أما بقى عن ساحة اللحن المسحور، فدي بقى عبارة عن ساحة احتفالات مبهجة جدا، فيها مسرح ضخم بطراز قديم لكن مجهز بتكنولوجيا حديثة. والجميل في الموضوع إنك تقدر تطير في القاعة دي وتشوف أحداث الحفلة من كل الاتجاهات والأبعاد اللي تعجبك. استنى، لسه الرحلة ما خلصتش. تعالى بقى لقاعة محاكاة مدينة إخناتون أو مدينة تل العمارنة، ودي بيمر فيها جسر في الفضاء هياخدك على قاعة الأجرام السماوية، فعلا حاجة ولا في الخيال. ودي بقى يا سيدي هتشوف فيها الكواكب وهي بتدور حوالين الشمس في اندماج رائع بين معتقدات المصري القديم وعلوم العصر الحديث. ولو خلصت رحلتك عبر الزمن ونفسك تعمل شوبينج وتتفرج على أحدث الأزياء والموضة، هتلاقي قصر الملكة نيفرتيتي عبارة عن معرض لشركات الأزياء والموضة بتعرض فيه منتجاتها، وتقدر كمان تمارس الأنشطة اليومية للمصري القديم لكن بشكل عصري بيتماشى مع المستقبل. القاعات كلها متزينة بنقوش الحضارة الفرعونية بشكل بديع ومبهج، لكن الأجمل من كل ده إن المدينة دي مجهزة بإيد فريق مصري 100%. قول لنا في الكومنتات ايه رأيك في مدينة ميتا توت وتحب تزورها ولا لا؟